ما كناخد غير 15 وحده، مثلا 15 في الصباح 15 مع الغداء 15 في العشاء، ضربي الطوطا شحال ما بقى كيدير ليا والو. 45 حبه في النهار. بقى كيدير ليا والو 45 حبه في النهار من حبوب مهلوسه مخدره. ما تقتل بنادم وما تشعر. خاص ما كنشعرش اشنو كندير وما كنعقلش على راسي انا اشنو كندير. وانا ما بقيتش كنحمر راسي. علاش قلت لك قبيله؟ انا كنت كنتشاقم من راسي بزاف. كنصحاب راسي انا كنتشاقم من دوك اللي ظلموني، كنت كنتشاقم من راسي لدرجه المعده عندي هراش ولات بحال ديال الطربيه. دابا انا تكا عندي العصب في المعده، الا ما شربتش الدواء الماء كيجيني بحال كنشرب المقاطع. عندي ولات المعده عندي ديال الطربيه هراش. انا مدمنه بشي حاجه كانت سميتها القرقوبي. شي يقولوا لي كاينه في صاص مامار تمشي تشري باي ثمن. اي ثمن واخا القرقوبي نقولوا في المتناول وما غاليش ياك. ما غاليش، راه كتوصل 3000 ريال الحبه وحده. يوصل فين ما وصل، ما غيوصلش للثمن ديال الكوكايين. كوكايين 600 درهم للغرام. كتجيبي غرام ب 600 درهم. والصمطه هذيك ديال الفاني حتى هي ب 600 درهم 700 درهم. الفلوس اللي كتحيدي للناس من جيبهم كتمشي كتحس. سكت لي راسي.